كلنا كنعرفوا ان ملف ديال الصحراء المغربيه تقريبا سديناه، وهذا رجاء الاعترافات المتتاليه ديال الدول الكبرى بالسياده ديال المغرب على الصحراء ديالو، بحال الولايات المتحده الامريكيه، فرنسا، اسرائيل، اسبانيا، المانيا، دول اخرى اللي اعترفت بالسياده ديال المغرب على الصحراء ديالو. هذا الملف هذا مابقاش كيخلعنا وان شاء الله غادي نساليو منه، بقى غادي تحكم في الامم المتحده ونساليو الموضوع هذا. اليوم غنتكلموا على الاقتراح اللي قدم المغرب لاسبانيا بخصوص سبته ومليليه، غنتكلموا على هذا الموضوع هذا اللي عنده علاقه بسبته ومليليه، ونقولوا شنو هي اخر الاخبار بخصوص هذا الموضوع هذا المهم والمهم بزاف صراحه اللي غنتقاسم معكم في هذا الفيديو. نتمنى انكم ديروا لايك للفيديو، خليكم واحد المقطع اللي كيتكلم على هذا الامر هذا، ونرجع معكم دابا نيت ونحلوا داكشي اللي قدموا المغرب. تفضلوا سمعوا. سيادة مشتركة بين المغرب وإسبانيا على مدينتي سبتة ومليليا، سيناريو تم طرحه مؤخرا وتداولته تقارير إعلامية متنوعة أكدت أن الأمر قد يصبح واقعا بحلول عام 2032، وذلك في ضوء التطورات الإيجابية التي تعيشها العلاقات بين الرباط ومدريد مؤخرا. وظهرت الأطروحة أول مرة في تحليل نشرته صحيفة الفارو دي مليليا على لسان الخبير الاستخباراتي الشهير فرناندو كوتشو، الذي أكد أن الرباط تسعى لفرض سيادة مشتركة على المدينتين. وأكدت التحليلات الإسبانية أن هذا الاتفاق المتوقع يحظى بدعم من فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث تعتبر هذه الجهات الرباط حليفا استراتيجيا أساسيا لمواجهة النفوذ المتزايد للصين وروسيا وأفريقيا. وبحسب فرناندو كوتشو فإن المغرب يحاول منذ أكثر من عقد تحويل المبادلة الاقتصادية من موانئ الجزيرة الخضراء وسبتة ومليليا لصالح طنجة المتوسط، بهدف استيعاب جزء كبير من التجارة البحرية تزامنا مع مناورة عسكرية في المياه المحيطة بجزر الكناري، وهو ما قد يعني أنه يمهد لخطوة جديدة. وقوبل طرح هذا السيناريو ببعض التحفظ في مدريد، حيث اعتبره البعض بمثابة تنازل مفرط للمغرب، بينما ينظر للاتفاق في الرباط على أنه انتصار دبلوماسي يسلط الضوء على القوة المتنامية للبلاد على الساحة الدولية. تأتي هذه التطورات في وقت يقترب فيه المغرب من طي ملف الصحراء الذي شغله لسنوات، بعدما حصد سلسلة من الاعترافات الدولية المتزايدة بشأن تأييد مخطط الحكم الذاتي، كان آخرها الاعتراف الفرنسي. أول حاجة السلام عليكم وتحية طيبة للجميع إنما كنتم، مرحبا بكم معي. بعد عناء طويل للمغرب مع ملف الصحراء المغربية أكثر من 50 سنة اللي عمر الملف هذا، يعني كان المغرب عنده جوج ديال الخيارات، إما الحرب أو السياسة. المغرب اختار السياسة وليس الحرب. ملف ديال الصحراء المغربية المغرب اختار السياسة، والسياسة المسافة ديالها طويلة ولكن جاب النتائج الإيجابية في آخر المطاف، يعني للمغرب بسيادة المغرب الصحراء ديالو، بحال الدول ديال امريكا، فرنسا، اسبانيا، اسرائيل، المانيا ودول اخرى اللي اعترفت بالسياده ديال المغرب على الصحراء ديالو. والحمد لله هذا الملف هذا قربنا سدوه. واحد الحلم كان عند المغاربه ان استكمال الوحده الترابيه وما يبقى حتى شي واحد يزعزعنا، هذا امر مهم صراحه، لان المغرب كان محطوط ما بين خيارين، واما الحرب واما السلم. السلم كيختار الطريق ديالو طويله، الحرب الطريق ديالها قصيره، غتخرج في اخر المطاف رابح او خاسر، ما عندها شي جوج ديال الاختيارات. المشكل ديال الصحراء كتعرفوا ان مع الجبهه ديال بوليزاريو اللي تاسست، المشكل اللي لقى المغرب هو الدعم من الجاره الجزائر لهاد الجبهه هذه وتسليح ديالها. فالامر كان كيتطلب اما المواجهه العسكريه ولا المواجهه الدبلوماسيه والسياسيه، يعني وسل الشكاء بلادهم. المغرب نجح دبلوماسيا الحمد لله وسد هذا الملف ديال الصحراء، وغادي ترجع ان شاء الله على البلاد بالنفع ان شاء الله للجامع. دابا المقترح اللي قدم المغرب كما سمعتوا في المقطع، الحكم المشترك على سبته ومليليه، يعني الدوله المغربيه كتقترح للدوله الاسبانيه تدخل في سبته ومليليه بحكم مشترك، يعني سبته ومليليه عوض ما بقاو ندابزوا عليها ونوضوا الحرب عليها ونوضوا المقاتله عليها، المغرب قال لاسبانيا اش بان لك نديروا حكم مشترك على سبته ومليليه، يعني 50-50، نحكم انا النص انت تحكمين النص على سبته ومليليه، وداك الشيء اللي كاينه نتقاسموه، يعني مثلا باش تكون مصلحه مشتركه ما بين البلدين وما بين الشعبين. هذه الطريقه هذه كيشوف المغرب او الحكومه او الدوله المغربيه انها اسلم من ديك الطريقه الاخرى ديال الصراع وجسد لي نقطع عليك والحرب وصداع وتماره. اذا المقترح اللي قدم المغرب لقى دعم من الاتحاد الاوروبي نفسه، لقى دعم من امريكا، لقى دعم من فرنسا، لقى دعم من دول اخرى على المقترح هذا ديال ان الحكم مشترك على سبته ومليليه ما بين المغرب واسبانيا. يعني لان علاش المغرب واسبانيا العلاقه ديالهم قديمه وعلاقه اللي هي وطيده وعلاقه اللي هي مشتركه، يعني وشركاء يعني حتى النخاع، لان المغرب ما يقدر يبقى بلا اسبانيا، اسبانيا ما تقدر تبقى بلا المغرب، لان المغرب بالنسبه لاسبانيا هي بوابه افريقيا، واسبانيا بالنسبه للمغرب هي بوابه اوروبا.
يعني سد عليا نسد عليك بجوج بينا ما ربحينش، لا المغرب رابح ولا اسبانيا رابحه، يعني ماشي في المصلحه ديالهم ان تسد عليا نسد عليك، قطع عليا قطع عليك، او نوضو نتحاربوا ولا نوضو نتقاتلوا. يعني في اخر المطاف هذا الحل هذا ديال الغنانه وقصحيه الراس ما صالح لا المغرب ولا اسبانيا، يعني هاد الدولتين بجوج الا دخلوا في هذا الصراع هذا مثلا فالامر غادي يكون صعيب لهم بجوج، وان غادي يطيحوا بجوج اقتصاديا، غادي يتهرسوا بجوج في فاش النقاش هذه. اذا هنا المغرب فكر والطريقه يعني الذكيه انه اقترح على اسبانيا الحكم المشترك على سبته ومليليا ما بين اسبانيا والمغرب. وطبيعه الحال هذه القضيه ديال الحكم المشترك يعني هي فيها بزاف ديال البنود. المغرب كيضرب على ان من هنا 2030 ولا 2030 وشي حاجه بحال هكا ان يتم الموافقه ما بين الحكومتين وتوصلوا اتفاق، لان في هذه القضيه هذه في هذا المقترح هذا فيه بزاف ما يتقال وفيه بزاف ديال البنود اللي خصها تراجع بزاف ما بين الحكومتين المغربيه والاسبانيه. واخر المطاف غادي تشوف اسبانيا واش في المصلحه ديالها ان توافق مع المغرب على هذه النقطه هذه ولا ماشي في المصلحه ديالها. حاليا اسبانيا ما رحبتش بالفكره، ما عجبتهاش الفكره حاليا باقي، ولكن الاتحاد الاوروبي وفرنسا كيأيدوا الفكره، امريكا كتأيد الفكره، يعني دول كبيره اللي كتأيد الفكره. بقى دابا باقي لحد الان يعني في اسبانيا باقي في اخذ ورد، والمغرب كيشوف ان الطريقه هذه طريقه ذكيه وانتصار دبلوماسي للمغرب مع اسبانيا، يعني ادخل معاه في سبته ومليليه في مشترك حسن ما تبقى ما عندك والو وخسر كل شيء. واخر المطاف اذا بقيتي كتقول ان سبته ومليليه خصنا نسترجعوا هذا، طبيعه الحال اسبانيا ما غتسمحش بالامر لان قديمه وهي في سبته ومليليه وخسرات هي الفلوس والاستثمارات ووقفات يعني ديك المدن على رجليها، ما غاديش يجي بواحد السهوله اسبانيا تقول لك هاك صافي هاك دير سبته بهذه السهوله هذه مثلا. يعني هنا كيشوفوا المصلحه اللي غتخدم عليهم جوج، هذه القضيه ديال القصيم كيفاش غنديروا له، كيفاش القصيم كيفاش غنديروا له، شكون سميتو فاش غتحكم انت فاش غنتحكم انا، شنو القطاع اللي غتوجه فيه انت اكثر، شنو القطاع اللي ناخذ انا اكثر. يعني هنا غادي يبقى المساله بالتوافق، يعني ناخذ هذه انت تاخذ هذه، وديك الساعه غيبان اللي غادي يبان اذا وصلت المغرب مع اسبانيا هذا الاتفاق هذا، عاد حنا غادي نعرفوا بالضبط شنو كاينه، والناس اللي عايشين تما السبتاويين ولا الناس ديال المليليه غادي نعرفوا كيفاش غادي تكون هذه المساله هذه، الانتماء، الهويه، البطاقه الوطنيه ولا الريسيدنسيه ولا القضيه فيها بزاف، يعني الموضوع كبير. ولكن احنا كنتكلموا على كمقترح عام شنو اقترح المغرب على اسبانيا في الموضوع في الملف ديال السبته ومليليه، يعني بدون اراقه دماء وبدون صداع وبدون مشاكل وبدون ما يوصل مع المغرب مع اسبانيا شي حاجه اللي ماشي زوينه. ما عرفت انا كنعتبر ربما هو باقتراح زوين، غادي نشوفوا من بعد الحكومتين اشنو غادي يعملوا مع بعضياتهم وشنو النتائج اللي غادي توصلوا ليها. طبعاً الحال هادشي هذا غادي ياخذ سنوات، غادي نحن ان شاء الله نسيروا هذا الملف هذا ونشوفوا كي غادي الامور ما بين الحكومتين المغربيه والاسبانيه، في ظل ان حاليا العلاقه الدبلوماسيه والعلاقه السياسيه في جميع المجالات الاقتصاديه ولا اي مجال ما بين المغرب واسبانيا هي في اوج العطاء ديالها، وخاصه في ظل الحزب الحاكم اللي هو الحزب البارتيدو سوسياليستا، فالعلاقه المغربيه الاسبانيه في اتم واحسن الاحوال، وحتى مع الحزب الشعبي ما يكونش مشكل نهائيا حاليا، يعني مثلا سواء مع الحزب ديال بيدرو سانشيز اللي هو حاكم واللي هو باقي مستمر في الحكم حاليا، من بعد ما غادي يسال الولايه ديال بيدرو سانشيز غادي يطلع واحد اخر ممثل ديال الحزب بارتيدو سوسياليست والاتحاد الاشتراكي، وغادي نشوفوا واش غادي ينجح ان شاء الله. يعني العلاقه ديال المغرب مع هذا الحزب هذا بالضبط فهي طيبه جدا، والمغرب ربما على يد لعب على هذا البونتو هذا ويستمر في التفاوض مع اسبانيا على هذا الملف ديال سبته وامليليه. كانت هي هذه اخر الاخبار بخصوص هذا الموضوع هذا اللي كيشغل الراي العام. شكرا متابعة، حتى الفيديو القادم دير معك لايك والى اللقاء.